بداية أسبوع كانت مليئة بالعنف، العنف المضبوط والممنهج يلي يمارس على المتظاهرين، إما من قبل عسس الأحزاب أو من قبل الأجهزة الأمنية. قوى الأمن الداخلي بتقول إنه من واجباتها تحمي المقرات العامة وتقمع الشغب وما تسمح بالتخريب، وهذا كلام صحيح. قوى الأمن بتقول إنه تعرضت للعنف من قبل المتظاهرين وهي مضطرة ترد، وهذا كلام كمان صحيح. ولكن إنه نشوف مدنيين عم يعتضوا بالعصي على المتظاهرين الكتف على الكتف مع عناصر قوى الأمن هو أمر غريب. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان نزل يوم الأحد على ساحة الاعتصام وتجول بين المحتجين ببادرة طيبة ومشكور عليها، ولكنه سئل 5 مرات من قبل مراسلة الام تي في زميلتنا جويس عقيقي عن هوية الأشخاص المدنيين يلي اعتدوا على المتظاهرين، وكان جواب خجول إنهم من الاستقصاء. هلأ إذا كانوا عناصر استقصاء تابعين لجهاز شرطة مجلس النواب يمكن نلاقي أعذار مخففة، علماً أنه شرطة المجلس مهمتها حماية المجلس ومش مطاردة المتظاهرين إلى الساحات العامة. ومع العلم أنه عناصر مكافحة الشغب الرسمية هي المولجة فقط بالاحتكاك بالناس ومش أي جهاز آخر. ولكن يلي تبين أنه بعض هؤلاء المعتدين هن مش تابعين لشرطة مجلس النواب، بل هن عناصر حزبية بتياب مدنية. أكيد قوى الأمن على علم بهذا الموضوع، لأنه باستقصاءات عملوها بعض النشطاء الناشطين البسيطين تبينت هوية هؤلاء الأشخاص، وبالرغم من هالشي ما شفنا أي توقيفات صارت للمعتدين. نحن منعرف أنه قوى الأمن والجيش وكافة الأجهزة الأمنية عم بيعيشوا تحت ضغط الشارع وتحت ضغط السلطة السياسية يلي بدها تزجهم بوجه المتظاهرين، ومنعرف أنه الموقف حرج، ولكن في نقمة وحقد بلشوا يربوا بقلوب الناس. الناس بيعرفوا أنه القوى العسكرية اللبنانية محترفة، وأنه أنفق عليها ملايين الدولارات من قبل جهات دولية لتوصل إلى مرحلة الاحتراف، خصوصي بمجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة. ولكن أنه هيدي الأجهزة تسمح لمواطنين يعتديوا على مواطنين آخرين تحت نظرة وبمعيتها، هيدا أمر خطير وصار بيشبه الوضع عند الأنظمة القمعية. وإذا استمرت هيدي الحالات الشاذة بيصير عنا جهاز من المدنيين مكلف بالاعتداء على المتظاهرين بيشبه كتائب القذافي بليبيا أو الشبيحة بسوريا أو البلطجية بمصر. هيدا موضوع حساس وبيوضع كل أركان الدولة وقادة الأجهزة الأمنية تحت مسؤولياتهم، وإذا مش قادرين تمنعوا الناس من الاعتداء على المواطنين أقله إنه يحتميوا فيكم وقت الاعتداء على الناس هو أمر مرفوض. بعدين من يومين بيتسرب فيديو لشخص عم يشتم ويحكي بلغة طائفية بغيضة ومستفزة، شخص بتسموه مختل، بتسموه معتوه، بتسموه قليل الأدب، بتسموه متسوس أو مدفوش، سموه مثل ما بدكن، كل هذه الصفات تنطبق عليه، ولكن على الأكيد أنه هو شخص نكرة وما عنده تمثيل وما بيحكي باسم حدا. ولكن يلي تبين وكأنه في حدا ناطر هالفيديو لياخدوا زريعة ليمارس كل أنواع العنف اللفظي والجسدي. شو ذنب الناس بالنبطية وكفر رمان ليصير في انتقام منهم على ذنب ما اقترفوه وعن كلام ما بيعبر عنهم؟ شو خصهم اللبنانيين بشكل عام ليعيشوا ليلة رعب وحرق سيارات وتكسير ممتلكات؟ هل يا ترى أصبح السلم الأهلي بلبنان مرهوم بفيديو؟ إذا هيدي البروفا صارت بهالشكل، يعني كل شخص طلع على باله يولع البلد بيعمل فيديو وبيشتم الأديان وبيهدد السلم الأهلي. هل المرحلة القادمة هي إثارة النعرات الطائفية واستغلالها لاستعمالها كسلاح لفض الساحات؟ هيدا المشهد بيقابله مشهد آخر عند السلطة، مماطلة مستمرة بموضوع تشكيل حكومة إنقاذية، إرباك واضح واختلاف بالآراء والعجز عن إيجاد أي حل. وبالوقت نفسه بعد ملفات الفضائح مستمرة من دون معالجة حقيقية، كل يوم في ملف وفضيحة وأخبار للقضاء. وأكيد أنه بلشنا نلمس بعض الجدية بالمعالجة ولكن غير كافية. يعني لحد هيدي اللحظة بعد ما شفنا مرتكبين بالسجن وما شفنا أحكام مشددة بتبشر بالخير. نحن من جهتنا قدمنا عدة إخبارات بملفات تعدي على أملاك عامة وفساد مالي بالإدارات
وهدر ونهب لأموال عامة. مش رح نقول إنه معنا ثقة بالقضاء، القانون يأخذ مجراه، ولكن نتمنى إنه البد بالملفات يكون أسرع لحسن سير العدالة ولإعطاء ثقة للمواطنين.